العبود. وأعلن القائد العام للقوات المسلحة أن تطهير الساحل الأيسر بالكامل. تجري الآن عمليات تطهير وتفتيش على العبوات الناسفة وعلى بعض المجاميع الإرهابية ربما تكون مختبئة داخل الدور، وتم عقد مؤتمر لتوزيع القطاعات لمسك الساحل الأيسر بالكامل، وهي قطاعات من الجيش والشرطة والشرطة الاتحادية وقطاعات من جهاز مكافحة الإرهاب. تم قتل الآلاف من مقاتلي داعش، تم تدمير أكثر من 1000 عجلة مفخخة، تم قتل أكثر من 1000 انتحاري، تم تدمير كل مقرات القيادة والسيطرة ومعامل التفخيخ، والمقاتلين العرب والأجانب أيضا الانتحاريين تم قتلهم في الساحل الأيسر، إضافة إلى أنه الساحل الأيمن سيكون أقل مساحة وأقل عدد أحياء، فلذلك نتوقع أن تكون المعركة أسهل وأسرع.